دكتور فيصل قال بن حمود الحيدري المدرس بجامعة تبوك شرح نخبة الفكر في المصطلح مبتدئ رقم 2. ده منو ده؟ فيصل بن حمود الحيدري ده ناس خليل ديل ذاتهم جابوه قبل كم سنة؟ تقريبا 3 سنة هنا ذاته في الخرطوم ودوه مسجد محمد الأمين إسماعيل أكثر من 3 سنة والوقت داك نحن مع أنصار السنة كنا حزبيين الله يتوب علينا فمشينا وكنا كتبنا الكتاب بتاعنا في الرد على عبد الحيوسف قلنا نمشي نوزعه هناك عبد الرحمن حامد قاعد وخليل ده وفيصل بن حمود الحيدري كانوا كاتبين في الإعلان من كبار تلاميذ العلامة الشنقيطي مفهميننا إنه ده تلميذ الشنقيطي بتاع أضواء البيان العالم العلامة رحمه الله طلع الشنقيطي ما ذاك طلع الشنقيطي واحد صوفي ده من تلاميذه وشوفنا هذا المجرمين كيف مشينا وقايلين له من تلاميذ الشنقيطي العالم الكبير صاحب كتاب أضواء البيان مشينا وبدأنا نوزع في كتاب عبد الحي أول نسخة استلم فيصل بن حمود الحيدري ده ذاته جايبين له عشان ما تنسى التاريخ ده ما لابد يتجدد كل مرة فاستلم كتاب هو قال وألفه عبد الحي مسك الكتاب قال ما شاء الله دكتور عبد الحي يوسف قلنا له لا درد عليه وطبعا الرجل مبتدع ضال جاك والله صرخ صرخة الجامع كله تلمى صوته تقول عنده زنبارة صرخ مسجد الفتح ده كله تجمع الباب الجنوبي في شنو زول ضربه طلقة في شنو الحاصل شنو التفوا حول عمك ده ذاته قال تكفرونه اخواننا قال لي ما كفرناه كده افتح الكتاب طبعا زول دكتور كذاب فتح الكتاب لقى ما كفرناه تارك ورك جاك انا استغربت زول ده زي زول بيرغوا له شفته زي زول ممسوس كورك تاني عبد الحي وانا اعرفه عرفنا الرجل شنو يا جماعه ضال ضربت لي خليل الوقت ده نحن ما معاهم ضربت لي خليل ده ذاته صاحب البدع دي كلها والضلالات دي كلها مندوب جمعيه احياء التراث البدعيه ضربت لي تلفون الساعه 1 صباحا يا ابو الخل اديني زولك ده قال لي دقيقة ده رجرات وطالع على الطيارة سمنا دي قداني له ده ذاته حمود الحيدري ده ذاته فيصل له قلت له يا شيخ الرجل ده مبتدع والكتاب ده بالأدلة أنا بجمع فيه أكثر من سنة وريني الغلط وين؟ قال لي شوف أنا دارك اسمع الكلام ده كويس عشان ما يغش الدكتور فلان والمدرس بجامعة فلان والله ده الأجهل من الموتر ده اسمع كلامي ده كويس اسمع الكلام الجاي ده قلت له يا دكتور الزول مبتدع والرد على المبتدع وقال الامام مالك وقال الامام فلان اتاري الرجل ده دلوك ساكت قال لي انا دايرك تديني دليل واحد والله ربنا يسالني من الكلام ده دليل واحد من السيره النبويه انه الرسول صلى الله عليه وسلم رد له على زول ولو كان الزول ده من المنافقين ذاته يعني الرسول ما له يا جماعه ما رد على اي مخلوق ضال ده كلامه كده طوالي قفلت الخط عرفت انه انا بنفخ في قربه ما فيش مره واحده زول مرضان زول مجرم ده جايبينه هسه بعد ايام ده